السلام عليكم يا وعليك شيخ. السلام، مرحبا. كيف حالك؟ أهلا وسهلا أختي. الله يعطيك ألف عافية يا رب. نعم الشيخ، أنا عندي سؤال لو سمحت، وعندي طلب كمان. يلا قولي. الله يسعدك. بدي أسألك أول يا شيخ عن فترة العدة. نعم. لو صار الطلاق وفترة العدة، أثناء فترة العدة، النفقة خلال هاي الفترة بتكون على الزوج ولا ما خلص ما بيكون مسؤول؟ على الزوج أختي طبعا، بيكون مسؤول عن النفقة بهاي كل شيء. هي طبعا. وإذا مثلا أنا كنت أبغى أقضي فترة العدة بالبيت بس هو ما يسمح لي. لازم تتم في البيت، ولا لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن. ربنا قال لا تطلع من بيتك ولا أنت تطلعي. والله عز وجل سمى البيت لك. هو بيحق له أنه ما بيوافق على هذا الشيء؟ لا يعني ما يحق له. هذه الطلاق فترة العدة، تقضي المرأة فترة العدة في بيتها، اسمها بيتها، لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن. علمتي؟ أيوة. لأنه ربما الرجل يلين قلبه، يعني قالها طالق بعدين قلبه يلين، لكن هي خرجت وولد الجفاء، والشيطان يزيد في الجفاء، فتنتهي العدة لكن ربما يشوفها كذا قلبه يلين، قلبه يحن، يحدث أمر، يضحك تضحك، يعني يكسر حاجز. هو مراضي مثلا، أنا أبدل. لا قولي له الله قال هذا بيتي، الله قال هذا بيتي، أنا ما أخرج، أنت خرج. علمتي؟ الله يسعدك يا شيخ. الله يسعدك. أنا حكيتك من يومين، سألتك عن الدعاء يا شيخ، وصراحة كنت أتمنى أني أحكي معك تحت الهواء إذا تكرمت علي. ممكن؟ إن شاء الله يا أروى، إن شاء الله. الله يكرمك يا شيخ، ضروري تحكيني إذا ممكن. إن شاء الله أختي.